في هذا الفيديو راح نشرح كيفية حذف بقايا التعريف السابق لكروت الشاشة وحل مشكلة تداخل الملفات والمشاكل اللي بتيجي بعد التحديث. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بألف خير. معكم اخوكم احمد، رجعت لكم اليوم بمقطع ستوري سنتوري جديد. تعلم جماعة الخير راح يكون عن تعريف كارت الشاشة جميع الكروت انفيديا انتل ام دي. راح نشرح كيف تحذف بقايا التعريف السابق بعد ما تحدد تعريف كارت الشاشة. اكيد بتضل بقايا او ملفات التعريف السابق وبيصير في تداخل في الملفات. اجاني تعليق مهم جدا بصراحة عن هاي المشكلة، يا احمد اشرح لنا طريقة التخلص من مشكلة تداخل الملفات عشان حددت كارت الشاشة وصارت عندي مشاكل في الألعاب، صارت تلق عندي. رح أوريكم الطريقة السهلة جدا يا جماعة الخير اللي تقدرون تحلون بها هاي المشكلة. وبدون ما نطول، زي ما تشوفوا قدامكم على هاي الصورة يا إخوان، أغلب نسبة اللي يشاهدون قناتنا للأسف مش مشتركين في قناة، يعني بيشاهدون بس المقاطع وبيحون ما بيشاركون. فالله يسعد ليكم يا رب. أتمنى لو تشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس وتخلوا الإشعارات على الكل. أوكي يا إخوان، أول خطوة رح نسويها والطريقة اللي أنا بسويها شخصيا، فرح تيجي هون وتيجي عند سيتنجز والإعدادات، يعني طريقة سهلة جدا. سيستم أو النظام، تنزل هون عند ستوريج او التخزين ستوريج، نفعل خيار ستوريج سينس يا اخوان، عشان هو هذا الخيار تلقائيا بيسوي لك حذف للملفات هاي المؤقته، الملفات الغير ضروريه اللي بتكون منها ملفات التحديث بعد ما تسوي ابديت للويندوز كامل، بيخلي بقايا للتحديث السابق فبيشيلها. يعني خيار مهم جدا لازم نفعله، هو بيسوي لك العمليه هاي بشكل تلقائي كل اسبوع كل اسبوعين. بنيجي عند هذا الخيار تمبوراري فايلز، نضغط عليه. هون يا اخوان الخيارات الموجودة هون بتلاقي فيها زي ما تشوفون هون Windows Errors Reports and Feedback Diagnostics، الفيدباكس الخاصة بالويندوز والأخطاء، Direct X Shader Cache، Downloads، Temporary Internet Files، Delivery Optimization Files، Thumbnails، Recycle Bin. علم على كل الخيارات الموجودة هون، أي خيار هون علم عليه وقول له Remove Files. هون يا إخوان خلص احذفنا الملفات وهيك بنكون تخلصنا من جميع الملفات. في خيار بيظهر كمان اسمه والله ما عاد تتذكر اسمه، هو الخاص بكارت او تعريف كارت الشاشة، فأشر انت على كل هالخيارات واعمل لها حذف. في نقطة مهمة، هذا الخيار داونلودز يا اخوان، هون عندك دوكيمنتس داونلودز، هون الملفات الموجودة هون اذا في ملف مهم عندك او ملف يعني انت لسه محتاجه، فراح تيجي اولا قبل ما تعمل حذف تيجي هون وتاخذ الملف لسطح المكتب مثلا، بعدها احذف كل الملفات الموجوده في الداونلودز هون. نفس الشيء بالنسبه للريسايكل بن، اذا في ملف لسه بدك اياه فتقدر ترجعه قبل ما تعمل حذف، فالخيار ما بيحذف لك اي ملف يعني مهم، هو بس الملفات الموجوده في الريسايكل بن او في الداونلودز. بعدها بنيجي هون مثلا عند ديس بي سي ونروح للوكال ديسك سي، القرص السي اللي مثبت عليها النظام، كليك يمين بنضغط وبنقول له بروبرتيز ديسك كلين اب. هون يا اخوان ثواني، خلص بنأشر على كل هاي الخيارات نفس الشيء وبنقول له اوكي ديليت فايلز وحذف ونحذف هاي الملفات كلها يا اخوان. يعني الطريقه سهله جدا، تستنى حتى تخلص العمليه، هاي النافذة راح تختفي لحالها. اوكي زي ما تشوفون اختفت، خلص بنقول له اوكي وهيك بنكون حذفنا ملفات التعريف السابق سواء كان AMD انفيديا انتل، كل ملفات التعريف السابق حتى ويندوز ابديت كمان بتنحذف كل هاي الملفات. وكنصيحه يا جماعه الخير، في المستقبل اذا نزل تحديث جديد لكارت الشاشه وبدك تحدد اي كارت كيف ما كان نوعه زي ما حكينا انفيديا وانتل او AMD، حاول تسوي الطريقه اللي سويتها انا، سويت عنها فيديو، تحذف التعريف اولا الحالي من جذور بالكامل كانه ما كان مثبت اصلا على جهازك، بعدها بتحمل التحديث او التعريف الجديد، التعريف الجديد بتحمله، بعدها بنحمل التعريف الجديد ونعمل له تثبيت عشان ما تكون عندنا هاي المشكله، مشكله تداخل الملفات، ونتجنب كل مشاكل اللاج والتقطيع بعد التحديث. فخلص يا اخوان كان كل شيء بالنسبه لمقطع اليوم، اتمنى يكون نال اعجابكم المقطع، لا تحرمونا من لايكاتكم لهذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اذا ما كنتم مشتركين لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وخلوا الاشعارات على الكل. اذا عندكم اي استفسار انزلوا تحت الكومنتات وان شاء الله نجاوب عليه. ما ادري شيء غير، ودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع وفيديو اسطوري سنتوري قادم. السلام عليكم ورحمه الله.